السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دي طريقة تعليم حلب البقرة. طبعا حلب البقرة بيحتاج مجهود كبير، مجهود عضلي ومجهود نفسي. طبعا البقرة ما بتخليش أي حد يحلبها إلا الشخص اللي هي مولفة عليه، الشخص اللي بيعلفها أو بيأكلها وبيسرحها هو الوحيد اللي بتحلب، بتخليه يحلبها. لو اي حد تاني حاول يحلبها استحالة استحالة تقدر، حتى لو بدأت تغيري في شكلك وتلبسي نفس لبس الشخص. سبحان الله، هي بتحس بالايد اللي بتحلبها، ولو لقت اي شخص غريب على طول بدلها او برجليها بترفسه. طبعا حلبة البقرة مش محتاجة اي تفكير، هو بس تعليم. بتمسكي مثلا المكان اللي فيه الحلبان وبتنزل وبتطلع زي اللي موجود في الفيديو كده، واللبن بينزل. سبحان الله، لبن وفير وكويس، ربنا يديمها نعمة. طبعا ده حسب الرزق والخير. وما تأكلي البهيمة علف كويس. طبعا اللبن بتاعها في البرسيم غير اللبن في، طبعا في موسم، كل موسم واللبن بتاعه بيزيد. اما البقرة يكون مع الشرة اللبن بتاعها بيخف، او ما يكون ماء والدة. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس.